قبل ما نعود نطرح السؤال سي محمد علي، في اللحظة هذه وانت تتكلم معنا، ما الجديد في الجنوب وفي الذيبة وفي بن قردان، آخر المعلومات وآخر المعطيات؟ حاليا الحالة تتسم بهدوء حذر بالنسبة للذيبة، فما بعض المناوشات اللي وقعت اليوم مع بعض المحتجين على في مدينة بن قردان تعاملت معها الوحدات الأمنية، وهذا هو الوضع. معناه ما نجمو نعتبروه خير من البارح، في انتظار إن شاء الله الهدوء التام بعد جملة الإجراءات اللي معناها اللي خذاها خليط الأزمة اللي خذيتها البارح، وكذلك المجلس الوزاري اجتمع اليوم وقرر كذلك جملة من الإجراءات، وخاصة باش يتم بعث فريق حكومي معناها إلى ولاية تطاوين لدراسة المشاريع والمطالب التنموية للجهة. هذا هو مريم. فيما يخص سي محمد علي حرق ديار عدد من عناصر الأمن وأهالي معتمدي الذيبة، انفيوا الخبر هذا من موقعك سي محمد علي، أعطينا المعلومة صحيح. هو شوف، احنا وقع تقريبا يومين، احنا الساعة في البداية وزارة الداخلية نحب نأسفوا ونتأسفوا على سقوط الضحية اللي سقطت أثناء الاحتجاجات اللي شهدتها من سنين، ونأكدوا أن وزارة الداخلية ليست لديها مقاربة أمنية، ولا معناش معناها نية أنه باش نتعاملوا بصفة أمنية مع الاحتجاجات السنية ومطالب الجهة في التنمية. نأكدوا مرة أخرى أنه الذيبة أو تطاوين هي من المناطق اللي تحتاج إلى التنمية وتحتاج إلى لفتة، ونحن داعون في باش نوصلوا أصوات هؤلاء إلى الحكومة، والحكومة منكبة على إيجاد الحلول الكفيلة والحلول المناسبة لتحسين الوضعية. والأحداث اللي شهدتها مدينة الذيبة من حرق مركز الحرس الوطني اللي كان واضح وشفتوه قدام الناس كله، قاع الاعتداء ومركز الحرس الوطني بالذيبة، فما زوج منازل تاع عوائل الحرس الوطني اللي موجودين بجنب الفرقة وقاع الاعتداء عليهم وحرقهم، وهذا موجود عنا، وهذا في معناه مجال كيف نقولوا المجمع اللي موجود فيه مقر الفرقة ومنازل مجاورة لمقر الفرقة. هذا وقعت قدام الناس كله، قاع معناه تدخل ومحاولة اقتحام مقر الفرقة، واش خلينا طلبنا تعزيزات من الجيش الوطني. احنا نحبوا نتجاوزوا الوضعية هذية، ونأكدوا لمواطنينا وأهالينا في الذيبة وفي تطاوين بصفة عامة وفي بن قردان، رانا ما عندناش نية نحو حل أمني، وإلا باش نقمعوا احتجاجات، وإلا باش ندخلوا بقوة. ولكن هذا صار سي محمد علي. لا، صار أختي مريم وقت اللي احنا ندافعوا على مقراتنا الأمنية، القانون يسمح لنا باستعمال كل الطرق وكل السبل القانونيه للدفاع عن مقراتنا الامنيه. حتى ما نصور من المواطنين ومن العقلاء نتاع الجهه يرضى بحرق والا بضربان مقرات امنيه وبالاعتداء عليها. علاش تم استعمال الرش سي محمد علي؟ لا، ما استعملناش الرش، فما وقع استعمال معناها سواء للغاز المسيل للدموع والا الرصاص الحي، وقع استعماله في الهواء لمحاوله معناها ثانيهم على حرق المقرات الامنيه واقتحام المقرات الامنيه. وعندنا ليبال كاوتشو هذا اللي يقع استعماله، وهو معناها في اطار التدرج في استعمال القوه، وهو قانوني وموجود لدى وحدات الحرس الوطني والامن الوطني. سي محمد علي، استعمال الرصاص الحي كان على خطر تم الاعتداء على مراكز الامن؟ يا مريم، ولينا احنا يلزم نعرفوا انه الاعوان هما الاعوان نتاع الفرقه الحدوديه موجودين عندهم، كان الاسلحه الثقيله والاسلحه اللي مخوله لحمايه الحدود، معناها ما عندهمش هما بيدهم، ما عندهمش معناها تجهيزات اخرى، عندهم ما عدا تجهيزات اللي هي تجهيز رقم 2 اللي هو مخول لنا باش نحميو الحدود نتاعنا. هذا هو رقم. وكيفاش ميت بالضبط صابر المليان سي محمد علي؟ وتقع فما بحث كامل اداري في الموضوع، كذلك فما بحث قضائي، واحنا مستعدين لكل اي معناها مجتمع مدني والا لجان باش يقع تشكيلها للبحث. احنا ما نصورش وما عندناش معناها معلومات مؤكده انه كيفاش معناها تمت العمليه، لكن اللي ناكد هو لك انه معناها فما تعليمات صارمه مع وزير الداخليه كذلك
لعدم استعمال الرصاص الحي تجاه المتظاهرين والمحتجين، لكن في المقابل فما مقرات أمنية وفما مقرات نتاع فرقة، معناها فرقة حدودية، واللي ما سبقش حتى في الثورة وقع هجوم على فرقة معناها تهتم بحماية الحدود. عندنا زاد الحق، وهذا من هيبة الدولة ومن سلامة المؤسسة الأمنية أنه يقع حماية المقرات الأمنية.